مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم ونتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله 17 من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتعقد البورصة المصرية للسلع الجلسة رقم 102 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن ممارسة لشراء القمح المستورد من العديد من المناشئ، وده في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 17 من عمر المسابقة. هيلتقي ويست هام مع وولفرهامبتون الساعة 4. في نفس التوقيت هيلتقي كولن من برينتفورد مع أستون فيلا وأرسنال مع برايتون. وفي 6:30 هيلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد.